السلام عليكم. في الفيديو اللي فات كنا قلنا ان الكايرال كاربون اللي هي بتكون كربونة متصلة بفور ديفرنت جروبس بيكون ليها ميرور ايمج. فاحنا عندنا المركب اللي على اليسار ده لما نجيب الميرور ايمج بتاعه بينتج المركب اللي على اليمين، تمام؟ هنلاحظ ان الميرور ايمج بتاع الكايرال كاربون لا ينطبق على المركب الاصلي. يعني لو خدنا المركب ده وعملنا له ازاحة وحطيناه فوق المركب ده وشفنا هل هينطبقوا على بعض ولا لا، هنلاحظ ان مش هينطبقوا. صحيح السي اتش بوند هتبقى منطبقة على السي اتش بوند التانية، لكن فلورين هتيجي من على اليسار مش هتنطبق على الفلورين اللي على اليمين، والبي ار والسي ال نفس الكلام مش هينطبقوا على اللي على اليسار، تمام؟ وهنلاحظ حاجة تانية، ان لو عملنا تدوير 180 درجة للشكل الناتج للميرور ايمج اللي نتج، فهنعمل محور هنا على السي اتش بوند ونلف المركب 180 درجة، هتفضل السي اتش في مكانها والسي ال والبي ار بدل ما كانوا على اليمين هيجوا على اليسار. بس نلاحظ ان البي ار اللي جوه دي لما تلف 180 درجة هتيجي على اليسار للخارج في المكان ده، تمام؟ والسي ال اللي كانت بره على اليمين هتلف 180 درجة وهتيجي للداخل على اليسار، تمام؟ فبعد ما عملنا تدوير 180 درجة للميرور ايمج، الصورة اللي ناتجة لو حاولنا نقارنها بالشكل الاصلي هنجد برضو انها لا تنطبق عليه. صحيح السي اتش بوند هتبقى مكانها والسي اف بوند هتبقى مكانها، لكن عندنا هنا السي ال بقى مكانها في بي ار، تمام؟ والبي ار بقى مكانها في السي ال، فهذا الشكل لا ينطبق على الشكل الاصلي. يبقى الكايرال كاربون الميرور ايمج بتاعها لا ينطبق عليها، ولو لفينا الميرور ايمج ده 180 درجة برضو هتنتج صورة لا تنطبق على الشكل الاصلي. لو خدنا مركب ما هواش كايرال، عندنا هنا كربونة متصلة بفور جروبس لكن في هنا سي ال وسي ال، تمام؟ فده مش هيكون كايرال. لو حاولنا نعمل له ميرور ايمج هينتج لنا الشكل ده. الشكل ده هو مطابق تماما للشكل الاصلي. ازاي؟ ان احنا لو عملنا له تدوير 180 درجة هينتج لنا الشكل اللي في اقصى اليمين، والشكل في اقصى اليمين ده هو نفسه الشكل الاصلي، تمام؟ فاذا الكربونة اللي عليها مجموعتين شبه بعض دي مش بنسميها كايرال وملهاش ميرور ايمج. ولو عملنا لها ميرور ايمج افتراضي فلما نلفه 180 درجة بيرجع تاني للشكل الاصلي، فده ما بيعتبرش ميرور ايمج. يبقى الكايرال كاربون بيطلع لها ميرور ايمج، والحالتين دول الشكلين دول بنسميهم انانشيمرز لبعض، تمام؟ يبقى دول انانشيمرز، يعني مركب والميرور ايمج بتاعته والاثنين لا ينطبقوا على بعض. اما اللي تحت ده اي كايرال، يعني ليس كايرال، الايه هنا للنفي، وبالتالي ملهوش اصلا ميرور ايمج، ولو عملنا له ميرور ايمج افتراضيه فبينتج نفس الشكل الاساسي، مش مركب مختلف، تمام؟ يبقى المركب اللي فوق ده كايرال لكن اللي تحت ده ايه كايرال، تمام؟ وبعد شويه هناخد تعريف اوضح للكايرال والاي كايرال كومباوندز. لو شفنا المركب اللي قدامنا ده اسمه اس نابروكسين. المركب هنا عنده كايرال سنتر، ادي الكربونه متصله فور ديفرنت جروبس. طبعا نقدر نتاكد ان هو اس، ان الابسولوت كونفيجريشن بتاعه اس. لما نبتدي نحدد البريوريتي بتاعه الجروبس دهيت، هنا في كربونه وكربونه وكربونه، هنا الكربونه متصله باكسجين، هنا بثلاثه هيدروجين، هنا الكربونه متصله بتو كربونز، يبقى اكيد الاولى هتكون متصله بالاكسجين، الثانيه اللي متصله بكربونتين، الثالثه اللي متصله بالهيدروجينز. نبتدي نتحرك من واحد لاثنين لثلاثة. المفروض ان احنا بنتحرك يمين، يعني المفروض نقرأ R، لكن الرول التانية بتقول لنا ان طالما ال H out of plane او ال lowest atomic number، الجروب اللي ليها lowest atomic number دي out of plane، يبقى نعكس القراءة، يبقى القراءة هنا S، يعني فعلا ال absolute configuration بتاعه S. وبالضرورة اول ما نعمله mirror image على طول واحنا مغمضين يكون ال absolute configuration بتاعها R، تمام؟ يبقى على طول اي مركب لما نكون عرفنا الابسوليوت كونفيجريشن بتاعه مثلا اس، يبقى على طول الانانشيمر بتاعه او الميرور ايمج بتاعته لازم يكون الابسوليوت كونفيجريشن بتاعها هو ار من غير ما نقعد نحسبها، تمام؟ هنلاحظ هنا ان المركب ده اس نابروكسين يمكن استخدامه كانتي انفلاماتوري ايجنت، لكن الميرور ايمج بتاعه
بيكون له تأثير ان هو ليفر توكسين. وبالتالي شفنا ازاي ان ال 3D structure او الستيريو بتاعة المركب خلت له تأثير مختلف تماما، وده بيوضح لنا اهمية دراسة الستيريو. ناخد المركب اللي بعده، ده مركب اسمه اس ميس امفيتامين، وهنا الار ميس امفيتامين. الميس امفيتامين ده منبه قوي تمام، وممكن يسبب الادمان، وله طبعا تأثير على الجهاز العصبي المركزي. اما الار اللي هو الميرور ايمج بتاعه has no biological effect تمام. طبعا هنا لما نيجي نشوف ليه الابسولوت كونفيجريشن بتاعنا اس، نبتدي نحدد الجروبس اللي حوالين الكربون. ادي هنا نيتروجين، هنا في كربون، هنا في كربون، لكن الكربون دي مختلفة عن دي، دي متصلة بثلاثة هيدروجين، دي متصلة باتنين هيدروجين، ومتصلة ايضا بكربونة تمام. يبقى لما نيجي ندي البريوريتي، النيتروجين هتاخد رقم واحد، الكربونة المتصلة بكربونة واثنين هيدروجين هتاخد رقم اتنين، الكربونة المتصلة بثلاثة هيدروجين هتاخد رقم ثلاثة. بعدين نتحرك من واحد لاثنين لثلاثة، المفروض نقرأ R، لكن الهيدروجين هنا موجود عندنا out of plane، يبقى على طول نقرأ S تمام. هنا في بعض المصطلحات اللي هتلاقونا بنستخدمها كتير، فمهم تفهموا العلاقة ما بينها. اول حاجة لما نقول isomers يعني مركبات ليها same molecular formula بس ليها different structure تمام. يبقى ليها نفس المولكيولر فورمولا، نفس العدد من الاتومز، لكن ليها different structure تمام. لو كان الاتوم بتاعه المركب بتاعنا متوصله ببعض بطريقه مختلفه فبنسميها constitutional isomers، زي مثلا بيوتانيل وتتراهيدروفيورين، ليهم نفس المولكيولر فورمولا، نفس العدد من الاتومز، لكن هنلاحظ هنا ان الاتومز connected مع بعض بشكل مختلف، فدي بنسميها constitutional isomers. اما لو كان ليهم نفس الconnectivity فبنسميهم stereo isomers. stereo isomers نفسها بتتقسم لنوعين، نوع العلاقة ما بينه انه يقدر form يتحول للform التاني بواسطة rotation حوالين single bond، فدي بنسميها conformational isomers، زي المركبين اللي قدامنا دول، دول stereo isomers نوعهم conformational isomers. ليه هما conformers لبعض او conformational isomers؟ عشان هما يقدروا واحد فيهم يتحول التاني بالدوران حوالين single bond. فهتلاحظوا هنا ان المركب اللي على اليمين له نفس الستركشر بتاع اللي على اليسار، الفرق فقط ان حصل rotation حوالين single bond دي تمام، فنتج اللي على اليسار اصبحت CH3 بدل ما هي تحت بقت فوق، والتو اتشز اللي كانوا فوق بقوا تحت تمام. فدول نسميهم علاقتهم ببعض انهم تو كونفورمرز او كونفورميشنال ايزومرز تمام. النوع الثاني ان يكونوا كونفيجريشنال ايزومرز، والكونفيجريشنال ايزومرز دي متقسمه لنوعين، حاجه بنسميها انانشيمرز زي اللي احنا لسه متكلمين عليها حالا، والحاجه الثانيه دايستيريومرز. الانانشيمرز بيكون المركبين ميرور ايمج لبعض تمام. يبقى لما يكون عندنا مركبين ليهم نفس المولكيولر فورمولا ونفس الكونكتيفيتي تمام، ده بيوتانول وده بيوتانول تمام، الفرق الوحيد فيهم ان كل واحد فيهم بالنسبه للتاني هو ميرور ايمج للتاني تمام، فدول نسميهم انانشيمرز. بالنسبه للدايستيريومرز بنلاحظ ان المركب بيكون فيه تو كايرال سنترز تمام، واحد منهم ثابت زي التاني بالظبط، لو لاحظتوا الكربون اللي تحت دي عليها نفس الجروبس لهم نفس الاتجاهات، والسنتر التاني اتحرك. لو قارنا الكربونة اللي فوق هنلاحظ انها متصلة بسي ال من على اليمين لبرا و اتش لجوه و سي اتش 3 على البلين. الكربونة اللي هنا السي اتش 3 ما زالت على البلين، بس حصل تبديل بين تو جروبس، اصبحت الاتش هي اللي برا والسي ال هي اللي جوه. التبديل البسيط ده يعني السنتر اتحرك، ده بنسميه دايستيريومرز بالنسبة للتاني. يبقى المركب ده كله هو دايستيريومر بالنسبة للمركب اللي هنا تمام. يبقى خلوا في بالكوا دايما الشجرة دي من التعريفات اللي احنا لسه متكلمين عليها، علشان في حالة انك احتجت تكتب ديفينيشن لأي واحد من التعريفات دي. يبقى مرة كمان الستيريو ايزومرز هي كومباوندز
with the same connectivity ليها different arrangement in space. تمام، وقلنا طبعا انها بتتقسم ل conformational stereoisomers و configurational. ال enantiomers دول stereoisomers that are non superimposable mirror image، يعني ليها صورة مراية لا تنطبق عليها. اما ال diastereomers فهي stereoisomers that are not mirror image، بيكونوا مش صور مراية لبعض، في center ثابت وفي center متحرك. تمام، لو شفنا المركب اللي عندنا ده، دول 4 كربونز، وعلى الكربونات التانية موجود ال PR، وعلى الكربونات التالتة موجود ال CL. تمام، فعندنا هنا الكربونة دي هي كايرال سنتر، تمام، ودي كمان كايرال سنتر، كل واحدة فيهم متصلة في 4 different group. تمام، عايزين نحدد ال absolute configuration بتاع كل واحدة. فلو بصينا على الكربونة التانية، ادي ال PR وال CH 3 و H، وهنا في C ومتصلة ب CL و CH 3 و H. طبعا رقم واحد هتكون BR. رقم اتنين، هل ال C المتصلة ب 3 H's ولا الكربونة المتصلة بال CL وكربونة كمان و H؟ اكيد دي هتكون رقم اتنين. تمام، ودي هتاخد رقم تلاتة. نبتدي نعمل دوران من واحد لاتنين لتلاتة، بندور في اتجاه عقارب الساعة، يعني المفروض نقراها R. لكن الرسم اللي احنا رسمينه ده بنسميه فيشر بروجكشن، وده هناخده بعد كده ان شاء الله. وفي الفيشر بروجكشن اذا كانت الهيدروجين بتاعتنا مش موجودة لأعلى او لأسفل، فبنعكس القراءة. تمام، يبقى المفروض ان احنا لقينا الهيدروجين موجودة على اليسار، يبقى على طول نخلي القراءة S. نيجي للكربونة اللي بعدها، هنلاقي هنا CL و C متصل بثلاثة هيدروجين، وهنا الكربونة متصلة ب PR و CH 3 و H. يبقى ادي واحد اتنين تلاتة، ونبتدي نتحرك من واحد لاتنين لتلاتة. فالمفروض ان احنا بنلف انتي كلوكواز، يعني S، لكن ال H موجودة على اليسار، فنعكس القراءة. يبقى هنا الابسوليوت كونفيجريشن هو R. يبقى الابسوليوت كونفيجريشن بتاع المركب هو 2S 3R. عند الكربونة رقم 2 الابسوليوت كونفيجريشن كان S، وعند الكربونة رقم 3 كان R. طيب لما نحب نجيب الميرور ايمج بتاعت المركب، على طول نعكس ال S تبقى R ونعكس ال R تبقى S. يبقى على طول هيدي ابسوليوت كونفيجريشن 2R و 3S. تمام، هنعمل بقى ايه؟ هنثبت سنتر ونحرك السنتر التاني. فهنيجي نثبت السنتر ده، فادي ال H في مكانها وال CL في مكانها وال CH3 في مكانها. اما السنتر اللي فوق فهنبدل مكان ال H مع ال BR. تمام، لما نثبت سنتر ونبدل two groups من السنتر التاني، يبقى احنا كده انشأنا مركب جديد علاقته ببتاعنا انه diastereomer، صح؟ تمام، الدايستيريومر اللي نتج لو جبنا له الميرور ايمج بتاعته، تمام، هينتج لنا انانشيومر للدايستيريومر اللي طلع. تمام، فاي مركبين يكونوا ميرور ايمج لبعض، علاقتهم انهم انانشيومرز بالنسبه لبعض. اي مركبين يكون فيه سنتر ثابت والسنتر التاني اتحرك، يبقى علاقتهم انهم diastereomers بالنسبة لبعض. طب المركب رقم واحد والمركب رقم اربعة، ايه علاقتهم ببعض؟ هنلاحظ ان في سنتر هنا ثابت عند الكربونة رقم ثلاثة، والسنتر اللي فوق اللي هي الكربونة رقم اتنين اتحرك، صح؟ طالما سنتر ثابت وسنتر متحرك، يبقى على طول علاقتهم ببعض انهم diastereomers. تمام، يبقى الشكل رقم اتنين والشكل رقم ثلاثة علاقتهم ببعض انهم diastereomers، والشكل رقم واحد والشكل رقم اربعة علاقته ببعض انهم diastereomers. تمام، هنا بقى هنيجي لحاجة مهمة، ال enantiomers اللي هم mirror image لبعض بنقدر نفرق بينهم عن طريق ال optical activity. فال optical activity دي ازاي بتفرق بين ال enantiomers، ازاي بتفرق بين المركب وصورته؟ انا لما بنحط المركب جوه جهاز هو البولاريميتر، تمام، اللي هو بيقيس الاوبتيكال روتيشن، هنشوفه بعد شويه، بنلاحظ ان المركب بتاعنا بيدور الضوء بمقدار معين في اتجاه معين، الانانشيمر بتاعه بيدور الضوء
بنفس المقدار في اتجاه معاكس، تمام؟ فالاختلاف في تدوير الضوء المستقطب هو العلامة اللي بنقدر بيها نفرق بين الانانشيمرز، بين المركب وصورة المراية بتاعته. قبل ما نشوف البولاريميتر الجهاز ده هوت، لازم نعرف ان الكايرال كومباوند ده مركب اوبتيكالي اكتيف، تمام؟ يعني بيعمل تدوير للضوء المستقطب. لو كان مركب اي كايرال فمش هيدور الضوء المستقطب اصلا، تمام؟ ده البولاريميتر اللي احنا بنتكلم عنه. الجهاز بتشوفوه شكله كده او شكله كده. من جوه بيكون عبارة عن مصدر للضوء بيشع ضوء في جميع الاتجاهات. ده بيعمل على انه يسمح لشعاع صغير جدا من الضوء في اتجاه محدد فقط عن طريق سلات صغيرة موجودة، فتحة صغيرة موجودة في البولاريزر ده، بتسمح للضوء انه يعدي في اتجاه واحد فقط، تمام؟ لما الضوء ده بيمر على السلندر اللي فيها السامبل، بنلاحظ ان السامبل على طول بتقوم بتدوير اتجاه الضوء المستقطب ده في اتجاه معين بزاوية معينة بنقيسها، تمام؟ لما بيكون المركب بتاعنا دور الضوء في اتجاه معين بمقدار معين، لما نشيله من السلندر ونحط الانانشيمر بتاعه، بنلاحظ ان الانانشيمر بيدور الضوء بنفس المقدار لكن في الاتجاه المعاكس. فاذا كان عندنا مثلا مركب الروتيشن بتاعه عمل روتيشن للضوء المستقطب كلوك وايز، فبنسمي المركب ده انه ديكسترو روتاتوري. بنرمز لهذا الدوران بالرمز دي او نحط علامة بلس قبل اسم المركب، وبالتالي بيكون الانانشيمر بتاعه هيعمل دوران للضوء المستقطب كاونتر كلوك وايز، وفي الحالة دي بنسميه ليفو روتاتوري وبنديله رمز ال او ماينس قبل الاسم بتاعه، تمام؟ يبقى المعلومة اللي لازم نكون عارفينها ان any two enantiomers rotate plane polarized light to an equal extent but in opposite direction. تمام؟ If enantiomer A rotates plane polarized light plus 5 degree يبقى the same concentration of enantiomer B الانانشيومر بتاعه will rotate the plane polarized light minus 5 degrees. تمام؟ في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الستيريو سنترز أو الستيريوجينيك أتومز.